ضيفنا لليوم الفنان الشاب بلال شبلي. يسعد صباحك بلال. يسعد صباحك. واكيد العازف محمود بساتني. يسعد صباحك محمود. اهلا وسهلا فيكم. اكيد صباح الخير، صباح نصر، صباح صمود، اهلنا بحلب، صباح الاصوات الجميله. يسعد صباحكم اليوم. طبعا انتم ضيوفنا بحلقه صباحنا غير، يعني قديش نحن بنفتخر باصوات السوريين، وكيف اذا كانت اصوات من حلب. الله يسلمك يا رب. اكيد يسعد صباحك. بالبدايه يسعد صباح خلينا سهل. نسمع بالبدايه دغري قبل ما نحكي مقطع من أغنية لحلب. يلا. كسر الحديث عن التي أهواها، كسر الحديث من التي أهواها، ما عمرها ما سرها ما اسمها ما شكلها، بيضاء أم سمراء، عيناك أنت أحلى أم عيناها، كل الذي أخشاه أن تتأثري فتماسكي وتهيئي وتحضري فلغيرة النسوان، فلغيرة النسوان، فلغيرة النسوان فعل الخنجر. هي أجمل من كل جميلة، أحلى منك وأحلى مني، هي أرشق من كل رشيقة، هي أقرب من قلبي عني، هي أبلغ من شعر كريم أو كاظم بأروع لحني. قالوا إنك تسهر معها طبعا طبعا، قالوا إنك تسكن معها طبعا طبعا، عيناها بيتي وسريري ووسادة رأسي أطلعها، تمحو كل هموم حياتي لو مس جبيني أصبعها. ضميني يا أحلى امرأة لو صمتت قلبي يسمعها، شهبان شهبان شهبان، وهل خلق الله في الدنيا أجمعها، شهبان شهبان شهبان، وهل خلق الله 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 مثلك في الدنيا أجمعها. سلم هالصوت يا بلال، وفعلا مثل ما بيقولوا الشهبة ما في أجمل منها، هي أجمل نساء الأرض، وسوريا مليانة محافظات جميلة. تحية لكل أهلنا بحلب، وأكيد تحية لكل محافظة سورية ومين ما كان عم بيتابعنا بأي محافظة. بلال خلينا نحكي شوي عن المشروع اللي شاركت فيه، مشروع وزارة الثقافة، خلينا نحكي عن مشاركتك بهذا المهرجان الأخير.
المهرجان كان هو حركة يعني حركة فنية لتنشيط المدن، الثقافة التراثية والبناء. الثقافة تماما، هو المهرجان برعاية وزارة الثقافة. طبعا نحب نشكر السيد معالي الوزير على هاللفتة الكريمة. هلا الحقيقة كان كتير مهرجان حلو، وكان يعني نجاحه فوق المتوقع بكتير، يعني الجمهور كان متفاعل. يعني لقيت قدام حالك قدام جمهور كتير كبير بمهرجان حمص، ولقيت فيه تفاعل كتير كبير. كتير فيه تفاعل، وكان جمهور كتير زواق وراقي، وكانت حفلة موفقة وكانت كتير مميزة. يعني كان عمل ناجح بكافة المقاييس. يعني أنا كتير كنت سعيد بهذه التجربة. يعني هي أول تجربة لك بلال كمهرجان، ولا أنت مشارك؟ هلا أنا مشارك بعدة مهرجانات، بس للحقيقة هذا المهرجان يعني كان هيك له وقع خاص بقلبي. كتير كنت مبسوط سعيد بالفرقة الموسيقية، بالفريق العمل، بالجمهور. يعني كان كتير مميز، وحتى قدمنا يعني شيء مميز ومختلف. أكيد سالي، كنا عم نحكي مع بلال حلبي، بلال ضيفنا الصوت الحلبي، وسمعنا أغنية لحلب الشهبة. خلينا نحكي شوي اليوم بلال عن دور المشاركات الفنان، يمكن مثل ما قلنا بمهرجانات العلاقة بنشر الثقافة التراثية بهذا الوقت. هلا طبعا المهرجانات يعني بتعطي قوة للمطرب، يعني فنيا وشعبيا، يعني بتعمل انتشار. يعني المهرجانات هي أنا بشوف أنه بتعطي دعم كتير قوي للمطرب. يعني بتحسها أنه بتقوي. هلأ طبعاً. طبعاً هو الصوت يعتمد الفنان على صوته على حضوره، ولكن هيك مهرجانات بتحسها بتدعم طبعاً هذا طبعاً. الشيء. تحكي لنا شو قدمت بالمهرجان، يعني على شو اعتمدت أغانيك؟ هلأ الشيء المميز اللي كان بالمهرجان، هلا انا معروف انه انا مطرب من حلب، انه بغني قدود وموشحات. هلا الشيء اللي كان مميز انه انا ما كان اعتمادي على الحلبي. غنيت عبد الحليم، غنيت ورده، غنيت كاظم الساهر، غنيت محمد عبد الوهاب. يعني الحلبي كان فقره وحده، يعني انه عملت شيء مختلف تماما عن الحلبي. يعني ما قدمت حالي أنا كمطرب حلبي. أنت قدمت حالك، أنت مطرب حلبي أكيد. بس ولكن أنه مو مطرب أنه مختص باللون الحلبي. شو سر الأصوات الحلبية فيها سحر؟ المي. المي. سلمى بيقولوا أحياناً حسب بالساحل مية الساحل طبعاً. حلب مية طبعاً. حلب. يعني إلهم سر، حتى بتحسي شربانين من مية حلب فأصوات طبعاً جميلة. الجغرافيا والمي، طبيعة البلد. يمكن حالة التذوق الفني اللي عرف فيها الناس بحلب، فهن مستمعين من الدرجة الأولى مثل ما بيقولوا للطرب. تماماً. سمعين، فبتحس أنه هذا الشيء بيأثر على طبيعة الناس بحلب بشكل عام. وأكيد ما فينا نكون معنا وما نسمع منك شيء تاني. أي شيء بتحب تختاره لحلب أو حتى لسوريا؟ تفضل. Aman 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 بلغوها إذا أتيتم حماها أنني مت بالغرام فداك واصحبوها إلى تربتي فعظامي تشتهي أن تدوسها قدمان لم يشفني يوم القيامة لولا أملي أنني هناك أرى يا
ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل على العقيق اجتمعنا نحن وسود العيون يا خيو نحن وسود العيون ما ظني مجنون ليلا قد جنا بعض الجنون يا خيو قد جنا بعض الجنون حالي حالي حال بالي بالي بال بالي بالي بال حالي حالي حال حالي حالي حال بالي بالي بال بالي بالي بال حالي حالي حال. يسلم هالصوت بلال، تفاعل كل استديو ورا الكاميرات، بلشوا اصطهاج. يسعد هالصوت. يعني عن جد نحن حلب إلى خصوصية عند قلوب السوريين طبعاً. كيف إذا طالعت أصوات رائعة، تحكي لنا شوي عن مسيرتك الفنية، عن تحضيراتك للأغنيات غير مشاركاتك بالمهرجان، شو محضر أغاني؟ هلأ إن شاء الله محضر أغنية رح تصدر مبدئياً على العيد، أغنية اسمها سنة ورا سنة، كلمات إدوار وألحان خليل. سلمى هي حصري للإخبارية يمكن. أي طبعاً أكيد. وإن شاء الله رح تصدر مقررين بالعيد، وفي فكرة أنه نعمل لها كليب. يعني هي أغنية بتجمع بين الطرب واللون العاطفي. نعم، يعني سالي الطرب أو حتى الغناء بياخدنا لعالم تاني. هذا العالم بنفصل فيه شوي عن ضغوط الحياة، بنفصل فيه شوي عن كل شيء بيصير. اليوم هيك أخذتنا برحلة بصوتك بلال وأكيد بعزفك محمود لمكان تاني. قبل ما نختم حديثنا بدي أعرف من محمود قدي صار لك شراكة مع بلال، وقدي هيك الشراكة ضرورية لنجاح أي عمل فني؟ أكيد هلأ أولاً نحن رفقة عمر، يعني 15 سنة تقريباً، شراكة فعلية. صرت بتفهم كعمل. عليه من نظرة. طبعاً طبعاً طبعاً. هلأ الحلو أنه أنا محمود يعني بنكون عم نغني، في تخاطر يعني. في تخاطر وفي يعني في انسجام مع انسجام روحي تماماً. يعني بنكون عم نغني بدي أقول له على غنية، بيكون هو بدي أقول لي عليها، أو بالعكس يعني يعني بلامس إحساسي. ايه كتير حلو يكون بين الفنان والعازف هذا التناغم والانسجام. يعني هو كمان جزء من انجاح اي حفلة طبعاً. انجاح اي مهرجان، حتى بالابداع، حتى بترتاح نفسيا وانت عم تغني طبعاً. في البارتنر تبعك جاهز دائما. ايه اكيد. يعني انه في تلامس روحي بيناتنا، احساس يعني احساس متبادل بيني وبينه. اكيد أكيد. وهذا الشيء شفنا ولمسناه اليوم. وقبل ما نختم حديثنا بلال، شو بتحب هيك تختم ولو بشيء صغير لكل مشاهدينا كتصبيحة منك لهم؟ أوكي. بصوتك أكيد. ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة أحبها واسمها شام. يمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة أحبها واسمها شام. ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة أحبها اسمها شام. يمر بي طيفها تسكن الأحلام، جميلة أحبها اسمها شام.
شو مرقى راسك، شو تغيروا ناسك، ليش هيك فيكي صار؟ اجتمع الوجع والنار، صاروا إلك زنار. يا أرض السلام، يا أرض السلام، معليش إلك الله ملك حر راسك. شو مرقى راسك، شو تغيروا ناسك، منضل فيك منضل عشق وغرام الكل، منك ما رح ننسل حبك خلص الكلام. يا أرض السلام، معليش إلك الله ملك حر راسك. هالكم سنين شو تغيرت فينا الدنيا، كبرنا عمر بقينا القهر، مثل الشجر منموت ما مننحني. ويمر بي طيفها تسكن الأحلام، جميلة وأحبها اسمها هشام. يمر بي طيفها تسكن الأحلام، جميلة وأحبها واسمها هشام. الله، شكرا بلال. أكيد زميلة وأحبها واسمها سوريا. يعني بنشكرك على هيدا الختام اللي كتير حلو. شكرا لك. أكيد نحن صامدين، نحن موجودين بأصوات جميلة مثل صوتك وبعزف رائع محمود مثل عزفك. يسعد صباحك ومنتشكر. صباحك سالي. شكرا لك سالي، وشكرا سلمى، وشكرا للإخبارية السورية.